أشهد أن لا إله إلا الله، يا خالق الأكوان يا رب الورى، أنت العليم بما مضى وتأخر، أنت القريب من العباد تجيبهم، أنت الرحيم بمن دعا واستغفر. يا خالق الأكوان يا رب الورى، أنت العليم بما مضى وتأخر، أنت القريب من العباد تجيبهم، أنت الرحيم بمن دعا واستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قف عند هذه اللفظة، وما قدر الله حق قدره. معرفة الله تعالى، معرفة أسمائه وصفاته، التعبد لله جل وعلا بها. إذا قلت الحي القيوم، ما هو تأثيره في قلبك؟ إذا قلت يا الله وانتزعت حروفها من أعماق نفسك، هل تؤثر فعلا في حياتك، في التجائك إليه، في ثقتك بنصره؟ إذا قرأت اسمه العزيز الحكيم، هل يؤثر فعلا في قلبك بأن العزة لله وهو حكيم سبحانه وتعالى، في من يعز وفي من يذل، في من ينصر وفي من يخذل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الله تعالى في قلوب أصحابه، كان يحدثهم عنه، يحدثهم عن ربهم الذي خلقهم سواهم، الذي يملك ضرهم ونفعهم، الذي إن وقعوا في الكربة قالوا يا الله، إن أصابهم هم قالوا يا الله، إن أرادوا حاجة وقفوا بين يديه ذليلين وقالوا يا الله. يعرفهم بهذا الرب، من هو، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أخبار العباد معه، كيف ينصر وكيف يعين وكيف يشفي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانك ربنا. وتجيب دعوة سائل في ظلمة، وتزيل هما للعباد تعسر. رب عظيم قادر متكبر، قسم الطغاة وللعقيدة أظهر. وتجيب دعوة سائل في ظلمة، وتزيل هما للعباد تعسر. رب عظيم قادر متكبر، قسم الطغاة وللعقيدة أظهر.